عباد الله، قد نفخ أعداء الإسلام في بعض الناس باسم الحرية ما يجعلونهم بذلك عبيداً لشهواتهم وأهوائهم ومبادئ الغرب والشرق، وهذه الأطروحات الباطلة التي يأتون بها ليلاً ونهاراً. ولذلك فإن الله لما أعطى للبشر حرية في التصرفات، كما قلنا، بيعاً وشراءاً واستئجاراً وكفالةً ورهناً وحوالةً ونحو ذلك، وأعطاهم الحرية في الطعام واللباس، ينكح من يشاء، فإنه سبحانه وتعالى جعل لذلك قيوده. وفهم القيود مهم جداً لمعرفة بطلان مبدأ الحرية المطلقة. أولاً، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا هوي الإنسان شيئاً ومال إليه وأراد الله ورسوله عكس هذا، فيجب عليه الانقياد لما أراده الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك من المبادئ الإسلامية العظيمة لا حرية في فعل المعصية، ويجب التفريق بين الحرية وبين الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. انتهينا. ولذلك فلا يمكن أن يقال إن هناك حرية في سب الله أو أنبيائه ورسله أو التطاول على ثوابت الدين وأحكامه وشرائعه. ليس هناك حرية في انتقاد أحكام الميراث، أحكام الولاية في الإسلام، انتقاد أحكام الطلاق أو أحكام النكاح. ليس هناك حرية في انتقاد ما جاءت به الشريعة من الحدود كحد السرقة أو حد الزنا ونحو ذلك. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تترك عقوبة الزاني إذا كان راضياً بفعله هو والزانية، لأن الله ليس براض. ولا يمكن أن يكون الربا حلالاً إذا كان المرابي والذي يدفع إليه الربا الآخذ والمعطي راضيين. لا يمكن أن يكون حلالاً إذا كان راضيين، لأن الله ليس براض. لا يمكن أن تكون المرأة حراً حرة في طريقة خروجها ولباسها، وتبدي ما تشاء من الزينة وتتبرج وتتعطر وتمر على من تشاء من الرجال وتمشي بأي طريقة في الأسواق وتخلو بمن تشاء وتفعل ما تشاء، بحجة أنها حرية شخصية، لأن الله لا يرضى عن هذا.